بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك فرقة آفاق الإنشادية لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والمراجع العظام والأمة الإسلامية، ولكم حلول ذكرى تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام، كما ونتشرف بإلقاء أنشودة بعنوان مرآة محمد بكلمات الشاعر علي المؤلف والشاعر حسن عابد، والأنشودة الثانية بعنوان حكاية عشق من كلمات الشاعر محمود القلاف، وكلتاهما من ألحان الفرقة، راجين من الله القبول. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. فوق زوقي كنت تائها في ظلام الهوى، فرددت كميلا راجيا منك نداء، كلما ظمئت رويتني وكلما تهت دللتني، كنت أبحث عنك عن لطفك، كنت أبحث عنك نورا مشعا لأهتدي بك، فوجدتك في الغدير مادا يدكني تدنيني لكمالك. لم تخيب رجاء متعلق منذ الصغر، فسلام علي فسلام علي فسلام عليك يا عارجا نزل ليروينا. بك آمنت ومن بعلي ائتمن، جنة الله يرى مستبشرا، من رآه المقتدى وبمعناه اهتدى، لم يحيد في دربه عن ربه مستقيم، نبأ الله العظيم، سورة الإنسان والحق المبين، يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. حبيب حين لا تهوى سواه، ولم يظما من استسقى به إلا رواه، والوحي الإلهي الذي نقفو ضواه، فما خابت مساعي من بعينيه احتواه، ولا شوق سوى باسم علي، ومذ أبصرته أضحى حبيبا أولي،
فإن ناديته عني همومي تنجلي. أيا روح اطمئني وللوقياه ادخلي. فادخلي بالموالين طول المدى وادخلي حبه مثله من ذا يصل مشرق والناس ظل. كان للإسلام سيفا ويدا نفس طه لا أقل ثابت مهما حصل يمتطي الموتى ولا نهج الولا مثل ما الله يشاء حيدر الأولى بنور الأنبياء وبه الدرب يضاء وبه الدرب يضاء علي نوره من نور ربي قد بدا ولولاه تراها لاح بدر في المدى.